والله العظيم احنا نفرح وننتظر اليوم الوطني من سنة لسنة، والوطن والله انه يستحق اكثر. هذا يوم بالنسبة لكل قطري يوم عظيم. هذه الفرحة يمكن تعبير عن ما قدمته قطر من أفراح كثيرة لنا. يا دوحة الخير بلادي يغلى وطن، يا جوهرة غالية مالي شبيعيني شبيه. قلبي ملكا لبلدي وليس ملكا لي. يا قطر بتشوفنا إن شاء الله يوميا ابتداء من 8 ديسمبر الساعة 9 المساء.